يقول في سؤاله قبل الأخير: ما قولكم في لعن البهيمة مع الدليل على ذلك جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز لعن البهيمة ولا لعن المسكن ولا لعن الوقت والزمن. لا، المؤمن لا يلعن إلا من يستوجب اللعنة، إلا من يستوجب اللعنة، وإلا فالمسلم يصون لسانه عن اللعنة. ولا يجوز لعن الدواب، لأن امرأة كانت تسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره على ناقة لها فلعنتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا ما عليها ودعوها، لا تصحبنا ناقة ملعونة. قال الراوي: فكأني أنظر إليها تسير ولا يعرض لها أحد. ألا يجوز لعن الدواب؟ نعم.